اي ياسين عرش كان سكن في درب مولاي شريف كابر وزيد وكابر في هذيك المنطقه. انا كان انا ما انا فلو الحوايج وداك الشيء وريقات، انا بغيت وريقات يرجعوا لي لاكارت ناسيونال، الحاله المدنيه ديال العائله حاطينها عندي وبغينا تعويضات السكنه ديالنا فين سكنوا. رحنا ضعنا هاي صحتنا، رحنا لا عقينا فيها. والسكن اخويا راه هو كل شيء، راه المواطن بلا سكن راه ماشي مواطن. راك رجعتي من الموت، يعني شتي الموت. شفت الموت، شفت الموت وعشت الموت وما تيقتش انني في هذيك اللحظه كنت كنموت. شنو فكرت في هذيك اللحظه؟ ما عطاوناش حتى باش يطلعوه. انا خويا فكرت في هذيك اللحظه انا بغيت غنخرج غنخرج، ما كنت كنفكر في والو. انا ما نكذبش عليك، لدرجه ان هاد اليد هادي ديالي كنت باغي نقطعها باش نخرج، حقاش هي اللي كانت حاكماني. وبداك بكثره لا فورس باش بغيت نجبدها، العصب كله تشكرف عليا، فهمتي؟ وانا اخويا راه ما نكذبش عليك، انا بغيتها تعويض ديالي، بغيتها المسكن ديالي. ما طالبين والو، العيش البسيط كاي مواطن. الا بغيتي مواطن كانك تقول راه مواطن وكيصوت، وهذه راه ابسط حاجه تعطيه السكن ديال. انا ما طالبهمش يخدموا عليا ولا يعطوني الفلوس ولا يديروا لي شي حاجه. عوضني رابط عليا الدار، عوضني عطيني فين نسكن. هذا الشيء اللي بغيت، بغات انا محل فين نستقر. انا دابا راه جيت عند اختي جلست عندها، اختي راه مجوجه وبوليداتها. ديالك كنت تحت الردع يعني في عالم اخر؟ اش غادي خويا داك العالم عالم بيالله. شتي دوك الناس اللي ماتوا، ما نكذبش عليك، انا دوك الناس اللي حسيت بهم ودوك عند الله سبحانه وتعالى عندهم منزله كبيره عند الله. دوك الناس اللي ماتوا، حقاش انا ساعتين وانا تحت من التراب وانا كنتعذب، النفس ديالي مقطوعه، فهمتي؟ عشت العذاب، شفت كاع حياتي كلها دازت بين عيني في هذيك اللحظه. شفت كل شيء، لا صغري لا كبري لا الناس لا كل شيء داز بين. انا ما كنتمنى لتا شي واحد وما كنتمناش هذا الشيء يتعاود. انا كنتمنى يديروا مع الناس حولو، راه الناس راه ماشي انا، الناس بزاف مضرورين وعايشين في هذوك الديور ومحنين. ودخلنا عليك بالله، واش الانسان الى لقى الى عنده واحد البركه باش يمشي يسكن يبدل السكن، راه غادي يمشي، راه ما يمكنش غيبقى ساكن تما ومغامر بحياته ووليداته. راه اعز ناس عندك هما وليداتك، راه كتغامر بهم. راه انت تقدر تموت ولكن راه وليداتك راه ما تقدرش تبغي لهم الموت، فهمتي؟ راه ديك اللحظه اللي عشتها انايا راه شفت فيها، راه بحال تكتب لي عمر جديد. انا بحال كتب لي الله عمر جديد، ولكن راه الناس اخرين ضاعوا وتمحنوا، ودوك الناس اللي تحت راه ماتوا. وبغينا فقدت الامل في العيش اللحظه اللي اش غادي نقول لك، طوال عليا الحال والنفس ديالي غدا وكتزير، ما كنتنفش حقاش طايحه عليا ضاله على ظهري مكالياني بضاله تحت مني، وضاله شاده لي يدي وجراها مطوندي مطوندي، فهمتي؟ مطوندي ما عنديش حل. كنتنفس عام الفوق، الحمد لله شويه ديال السبور عاوني، كنتنفس عام الفوق، عارف كيفاش نتنفس؟ بقيت كنقاوم وكنهضر مع الدراري. واحد اللحظه صافي بديت كنستسلم، كنقول لهم شوفوا، بديت كنطلب الله، كنقول يا ربي عدي دي هذا الروح، انا شاهدت هذه هذا الروح وما تخلينيش كنتعذب، فهمت؟ هذاك الشيء اللي شتو انا راه ما ناعش. والبارح ان فوا كنحط راسي في الليل كنبغي نعس، كنتخايل هذاك الديكور، انا الدار كيفاش، هذاك الصوت عمره ما يتحيد لي من بالي، كيفاش هبطات عليا الضاله وكيفاش هبطت وكيفاش طحت، هذاك الشيء فهمتي؟ غيبقى معايا سنين ما عمرني ما غنتعوض عليه، واخا تعطيني مال الدنيا ما نتعوضش على هذاك الشيء. اللحظه اللي خرجتي، اللحظه اللي كانت عندي اخويا القوه. انا بالعكس، انا اللحظه اللي خرجوك فيها واش عقلت عليها؟ عقلت عليها خرجت، خرجوني وحطوا داروني في الباياس وهزوني خرجوني وعقلت وشفت كل شيء، وطلعت في لومبيلونس ومشيت للسبيطار، والحمد لله في كامل الوعي ديالي كنهضر معاك وعارف، ولكن راني مهلوك اخويا. مشى لي السكن ديالي وانتم كتشوفوا صحتي، راه الله اعلم، راه كاين اللي الله يدير اللي فيها الخير. وكنتمنى هذا الميساج اخوتي توصلوا، انتم راه بنتوا لي اولاد الناس، الله يرحم لكم الوالدين. انا راه من هذوك الناس تاع هذيك الدار، وقال انا الوحيد في هذيك الدار اللي عشت هذيك اللحظه وعاودت لكم بالتفاصيل ديالها كل شيء اللي كاين. الله يرحم لكم الوالدين، الله يجيب لك الشفاء. الله يحفظك.